الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن حال. هذا النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد حريشة صغار بالفرماج والزيتون، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتشاركوهم مع الاصدقاء والعائله. هاد الحريشات ان شاء الله غادي نحتاجوا ليهم نص كيلو ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه مغربله من طبيعه الحال، عندنا واحد ثنيه ديال الحبات ديال الفرماج. انا استعملت هذا الفرماج، نتوما ممكن تستعملوا اي فرماج. عندنا قليل من الزيتون الاسود مقطع محيد له العظم، عندنا نص كاس ديال الزيت النباتيه زيت عاديه، شويه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين حبيبات، وشويه ديال الماء دافي. المهم قياس العجينه اللي قياس الماء اللي غادي يرولنا الخليط. لا على بركه الله، غادي ناخذ السميده ديالنا غادي نبسبسوها بشويه ديال الزيت، هذا الزيت اللي عندنا نبسبسوها نص كاس ديال الزيت، نبسبسوها مزيان حتى يدخل الزيت في السميده. الخميره ديالنا درناها مع شويه ديال الماء دافئ، بعد ما تحلات غادي نزيدوها على هاد السميده. هادي الخميره ديال العجينه، ما كنديرش الخميره ديال الحلوى. غادي ناخذ شويه ديال الملحه، غادي نخلطوا العناصر، غادي نزيدوا الفرماج ديالنا. الفرماج اي فرماج عندكم، انا درت 8 ديال الحبات. غادي نزيدوا الزيتون الاسود وغادي نخلطوا مزيان. من بعد غادي نزيدوا الماء الكافي ما دافي، ونخلطوا غير بالاصابع ديالنا هكا حتى نخلطوا حتى نحصلوا على خليط متماسك، ماشي جاري ماشي قاصح. المهم كترولنا ديك السميده مع ديك العناصر، ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق على ما نسخروا النقله ديالنا. لما ارتاحت واحد 10 دقائق غادي نكوروها وندوزوها في السميده ونديروها طيب في اللاطه. بعد ما سخنت لنا النقله ديالنا كناخذوا شويه ديال السميده وكنرشوها بحال هكا باش ما تلصقناش الحمايه، ما يلصقوناش الحريشات ديالنا، وكنكورو الحريشات وكندوزوهم بشويه ديال السميده غير في يدينا بحال هذا الشكل، وكنديروهم يطيبوا على عافيه مهيله وكنقصوا العافيه، وكنستمروا على هذه العمليه حتى كنطيبوا الحريشات ديالنا كاملين. كيتحمروا في الماء لتحت كنقلبوهم ونتلاقاو ان شاء الله. كناخذ شويه ديال الخليط ديالنا كنكوره وكندير ديال السميده بحال هكا على هذا الشكل، وكندير الحرشات الثانيه طيب عادي جدا. الحرشات ديالنا بعد ما بداو كيتحمروا من التحت كنقلبوهم على هذا الشكل ونكملوا لهم الطياب حتى يتحمروا مزيان ونحيد. مشاهدينا الكرام، الحريشات ديالنا بعد ما طابوا كيجيو هائلين وكيشهيو، كنتمنوا تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوهم مع الاصدقاء والعائله.